السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الثالثة من برنامجكم الهوية على CBR كايرو بيزنس راديو، راديو البيزنس في مصر. احنا في برنامج الهوية في رحلة لبناء الكيانات والمؤسسات، لبناء المشاريع الناجحة. ولو تفتكروا في أول يوم خالص في الحلقة الأولى واحنا بنتكلم، قلنا إن السبب من وراء البرنامج وفكرة البرنامج أو من عالم وعلم الهوية هو بناء السنجل فيرجن أوف تروث، الإصدار الموثق الحقيقي المعتمد المليء بالمعلومات الكاملة الصحيحة المدققة الفاليديتد والديتكتد، اللي تقدر تقول ها أنا ذا، ها أنا ذا فرد أو مؤسسة أو كيان، وإن هوية جاية من هو إلى آخره. نكمل مع بعض النهاردة، هنتكلم عن ركائز و perspectives ومناظير للهوية المؤسسية. نسمع دايما عن فكرة الاستدامة، فكرة sustainability. الهوية المؤسسية واحدة من دعامات الاستدامة والسستينابيليتي. تخيل ان المشروع قدامك بالفرص بالامكانات بالطموح بالرؤية بالرسالة بالاهداف بالهيكلة بالمكانة بالسمعة بالتموضع بالميزة، بالميزة النسبية، بالميزة النسبية التنافسية، بالقدرة التنافسية، بالتكلفة التنافسية إلى آخر. تخيل قد إيه أنت هتبقى قادر على التحكم وتوجيه البزنس بتاعك مع أو بالتعاون مع الأذرع التطويرية وأذرع البناء والتنفيذ المختلفة. الهوية المؤسسية واحدة من دعامات اتخاذ القرار، تساعد متخذي القرار ورجال الأعمال للبناء على ما وصل إليه العالم. انت في الهوية المؤسسية عندك ركيزة اسمها الـ R&D Research and Development، وعندك آليات وميكانيكيات ميثودولوجيز منهجيات تقدر تقولك كيف تبني على آخر ما توصل إليه العالم. الهوية المؤسسية تسهم بشكل كبير في تعزيز دور الأدوات وتحديده وتطويره حسب الحاجة إليه. الصراع الدائم بين two levels، مستويين. المستوى الأول الصراع بين الأهداف والأدوات، والليفل الثاني الصراع الخالد بين إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الموارد. الأدوات كل حاجة في حياتنا لازم نحطها في الخانة المناسبة، هي في خانة الأهداف ولا في خانة الأدوات. على سبيل المثال، العلم المعرفة مش هدف، المعرفة أداة نستخدمها للاكتشاف والوصول والتطوير والبناء و لك أن تتخيل إن العلم هدف. هنلبس في الحياة على طول إزاي؟ هتلاقي ان كل اللي حوالينا خلاص العلم هدف، العلم هدف، انا عايز اعمل 3 ماجستير على 4 دكتوراه، ابقى بروفيسور، اخد المكانة الفلانية، الشهادة الفلانية، وفقط. علمت مين؟ مش موضوعي. نقلت العلم فين؟ مش قصتي. فارق معاك في ايه ان العلم يخرج ويسمى بالنفع المتعدي، ونفع يتعداك ويتعدى اخر، يصل الى من هم بعدك؟ مش فارقة. الازمة دي حصلت ازاي؟ لما تعاملنا مع العلم باعتباره هدف وليس أداة. الهوية المؤسسية تعزز دور الأدوات وتحدده وتطوره حسب الحاجة إليه. الهوية المؤسسية تعمل على تعزيز التكامل بين ذكاءات البشر والذكاء الصناعي. برضو الديلما اللي احنا عايشين فيها، هو الذكاء الصناعي هيوصل بيه الحال ان هو يقضي على الهيومن فاكتور، ولا احنا هنفضل بحاجة الى البشر والانسان وموهبة الانسان مهما كان التطور من الذكاء الصناعي؟
عايز اقول لحضراتكم لا يمكن بحال من الاحوال مهما دخل علينا الميتافيرس ومهما دخل علينا الذكاء الصناعي ومهما دخل علينا انترنت الاشياء الانترنت اوف ثينجز ومهما دخل علينا اي نوع متقدم من انواع التكنولوجي الا ولازم للهيومن فاكتور نصيب، للتدخل البشري نصيب. السؤال بقى هو مين اللي يحدد النصيب ده؟ ومين اللي يقول التكامل لغاية فين الذكاء الصناعي ولغاية فين الذكاء البشري ويحصل دمج بينهم؟ الهوية المؤسسية. مين اللي هيطلع بالأفكار اللي هي بتعمل طفرات في الحياة؟ هتقولي الذكاء الصناعي، ومين هيديله الانبوت؟ مين هيديله البرامترز؟ مين اللي هيلعب في الفاريابلز؟ مين اللي هيستخدم الكونستنس الثوابت؟ مين اللي هيعمل الفانكشن اساسا؟ مين اللي هيعمل البروسيجر؟ مين اللي هيعمل اللوب؟ مين اللي هيعمل الكود؟ مين اللي هيعمل الديجيتال ايكو سيستمز؟ مين اللي هيشتغل في الرقمنه والتحول الرقمي؟ وفرق كبير بينهم الاثنين هنجيله لما نتكلم عن الهويه الرقميه. الرقمنه ليست التحول الرقمي، في فرق كبير بينهم. طيب مين اللي يعمل هيعزز التكامل بين ذكاءات البشر والذكاء الصناعي؟ الهوية المؤسسية. طيب تخيل جوجل لما تحب ان هي تسبريد، عايزة تنتشر، عارفين زمان يقولك عشان ينتشر يعمل حملة اعلانية او حملة اعلامية او حملة دعائية او حملة ترويجية، علشان ينتشر كلم الناس عن منتجك كتير. لا، في بقى تراك تاني هو الانتشار بدلالة الهوية المؤسسية، ان انت تشوف الناس محتاجة الى وظائف ايه، الناس عندها شورتج في ايه، الناس عندها نيدز احتياجات في ايه، الناس بتتطلع لايه، الناس بتفكر في ايه، الناس عايزة تكمل ايه من جوانب حياتها، وابدأ اشتغل على برودكتس. البرودكتس دي تحمل اسمك وماهيتك ولها نفس رؤيتك ولها نفس رسالتك ولها، وتبدأ من خلال البرودكتس دي انك توصل رسالتك وتنتشر وتفتح اسواق جديدة من خلال ده. جوجل عملت كده، جوجل عملت الكروم للتصفح، وعملت الكالندر كريمايندر، وعملت الكونتكست عشان تربط ما بين الكمبيوتر بيزد والموبايل بيزد والفون بوك هنا والكونتكست هنا. فلقيت حد بعد كده عنده اهتمامات في التصفح للصور، فعملت الجوجل فوتوز. طب والفيديوز؟ قامت عملت الجوجل يوتيوب. طيب وفي عندك ستور كبير قوي على الموبايل اسمه جوجل بلاي، فبدأت تقول لك خلاص انت عايز تحمل برامج حطه عندي في البلاي ستور وهعمل لك جوجل بلاي، تتصفح البلاي ستور علشان خاطر تقدم. بس انا بتوه في الطريق، فعمل لك جوجل ماب وعمل لك جوجل ستريت فيو. بس انا عايز اعمل لك جوجل ايرث، بس انا عايز اركايف فايلز وفولدرز، فعم عامل لك الجوجل درايف. قال لك بس الكيبورد بتاع الموبايل مش عاجبني، عم عامل لك الجوجل بورد. قال لك بس الاتصال، كل الماسنجرز وادوات الاتصال بتحتاج انترنت كبير، انا زهقت، ممكن يكون البلد اللي بكلمها او المكان اللي بكلمه ما فيهوش انترنت كافي، فعم عامل لك الجوجل دو، بيستخدم اقل سعه سيجنال. بس انا بسافر كتير، عم عامل لك جوجل ترابس، بس انا محتاج ترجمة، عم عامل لك جوجل ترانسليت. هو بيعمل ايه كده؟ وعمال يعزز الهوية بتاعته من خلال الفلسفة الفلسفي والكونسبت والفاليو والنيد اناليسس والفيلينج جابس وحاجات كتير جدا. وطبعا اللي قلنا ده يعني نقطة من بحر جوجل، شفتوا واحدة من أهمية وروعة الهوية المؤسسية، ان هي جي بي اس الأعمال، تقول لك انت فين، هتحط رجلك عشان توصل لايه وتبني ايه، فتبدأ مش تنتشر كخبر او كاسم
أو كتواجد في المطلق، ولكن أنت تؤثر، أنت تضيف، أنت تغير، أنت development enhancement لأبعد مستوى عشان تبقى بالفعل لك الكيان جذوره في الأرض ومنطلق بservices وprojects وproducts وsolutions وinitiatives تقدر تقدم بيها كل ما بوسعك وكل ما من شأنه يزود الربحية ويحدث نمو الأعمال. أهلا بكم ونكمل بعد الفاصل. أهلا بكم في سي بي آر كايرو بيزنس راديو، أول راديو بيزنس في مصر. أهلا بحضراتكم ورجعنا لكم بعد الفاصل، برنامج الهوية، وأنا محدثكم أحمد حبيب، خبير بناء الهوية المؤسسية وصناعة الماركة الشخصية. الهوية المؤسسية بحر، الهوية المؤسسية كاستمايزد قوي، فليكسبل قوي، دايناميك قوي، اكسبندبل قوي، لكن عارفين ايه اللي هو الحاجة اللي ممكن تمسكها ويبقى انت خلاص ملكت الهوية المؤسسية؟ هي طريقة التفكير، ان انت كل ما قدرت تتعرف على نفسك وتبني مركز معلومات قوي وبقى عندك اسلوب لتدقيق المعلومة وتصحيحها، وانك دايما عندك مصدر معلومة تملى بيه الجابس والنيدز، هي اصلا ايه مشكلة اي بيزنس في الدنيا؟ ايه مشكلة اي كيان في الحياة؟ ايه مشكلة اي مشروع؟ لو حطينا صباعنا عشوائي كده على اي بروبلم هنلاقي ان مرجعها الى المعلومة، غياب المعلومة. قسم المشتريات مش عارف يشتغل بسبب المعلومة. قسم المبيعات هو لو كان يعرف هيبيع لمين فين ايه امتى وازاي كان اموره كلها اتحلت. قسم الاتش ار لو عارف هيهانت الهيد هانتنج منين ويهاير منين ويجيب الناس الصح منين وايه الناس الصح وايه الديسكريبشن بتاع وايه كان زمان الدنيا عنده بقت افضل والفايرنج قل بكتير وكان الهايرنج بقى اكثر افيشنسي كفاءه وفعاليه و الى اخره. المعلومه الهويه المؤسسيه جايه تعمل ده، جايه تو بيلد الميكانيكيه بتاعه ده، وبالتالي نقدر نقول إن الهوية المؤسسية تسهم بشكل كبير في بناء خطة لإضافة قيمة أكبر إلى عملاء المؤسسة، خطة لاكتساب عملاء جدد يبحثون عن هذه القيمة. الهوية المؤسسية فين؟ بتبني نظام بيئي لإيه؟ متداخلة مع أي نوع من الصناعات؟ مع جميع الصناعات. لا يوجد بيزنس مهما كان صغير أو متوسط أو كبير، في جميع الصناعات في جميع القطاعات احنا بحاجة الى بناء هوية مؤسسية لمن يريد ان يقلل الهدر ويعظم الفائدة ويضبط نمو مؤسسته ويزيد من معدل الربحية. الهوية لها كامل القدرة على بناء نظام انذار مبكر قادر على اكتشاف مشكلات العمل في المستقبل. انت مستحيل يبقى عندك هذا الكم من الداتا والمعالجة الذكية لها ومش قادر تقول مشكلات المستقبل تبقى عاملة ازاي، وما عندكش آلة لاستشراف المشاكل والتحديات في المستقبل. قادر على نظام قادر على تحليل مشكلات العمل بذكاء وتحديد نطاقها وسرعتها وأهميتها وتأثيرها على الأعمال. تقول بص انت لو جيت اشتغلت هيبقى عندك مشكلة في كذا، لو حطينا الادارتين دول، لو دخلنا، لو عملنا الجوين فينشر ده، لو خدنا الفرانشايز ده، لو عملنا الوكالة دي، لو دخل معانا الشريك ده، لو هيعمل انترابشن في كيان المؤسسة في الجزئية دي، ايقاعه اعلى او احنا ايقاعنا اعلى او هو موارده تختلف او الاسواق بتتضارب او اولوياته غير اولوياتنا او الريسبونسابيلتي اندكس مصفوفة المسؤوليات مش متوافقة، فكل ده الهوية المؤسسية بتحسمه. نظام مبكر
الهوية المؤسسية تطور نظام إنذار مبكر قادر على تحديد ما يجب القيام به للمعالجة والتطوير، ماذا تفعل وماذا لم تفعل، وأكتر من كده اللي أنت بتعمله لماذا هو أولى بالتقديم من غيره. تالت، لماذا هو أولى بالتقديم من غيره؟ كتير مننا عارف هو بيعمل ده ليه، يعني دي مرحلة متقدمة بس هنفترض، لكن فيما هو أهم ولماذا لم تقم بفعل غيره. دايما بيقول إن الهوية المؤسسية جي بي اس الأعمال. يعني جي بي اس بيعمل إيه؟ بيقول لك المكان فين، يقول لك الزحام فين، يقول لك أفضل الطرق إيه، الأسرع، المشاكل، الجابس، إلى آخره. الهوية المؤسسية لتحديد الفرص وجعل الفرص ملائمة في عالم الأعمال وأصحاب المصلحة. مين يقول إن الفرصة دي أكثر ملائمة في عالمك؟ أنا أذكر واحد بيقدم استشارات في الهوية المؤسسية، طبعا إحنا بنبدأ بسيشنز consultation، بنسمع كتير، leading from behind، احنا بنخلي الاونرز او المخول بتطوير البروجكت وبنائه هو اللي ياخد القرار، هو اللي بيقود القرار، هو اللي بيصنع القرار، هو اللي بيقول خلاص هنختار ده، هو اللي بيختار من بين البدايل، هو اللي بيعزز الـ ما تم اختياره. في قاعدة كبيرة جدا جدا حضراتكم خدوا بالكم منها، لا يوجد شيء مؤكد في الحياة إلا وجود الله سبحانه وتعالى، وأعلى درجة تأكيد هي أن تختار من بين البدائل ما يجعلك لا تعاود النظر في البدائل الأخرى. يعني اللي حضرتك اخترته ده هو مش الأحسن والأفضل، السوبرلاتيف دي انسوها، فكرة الأفضل التفضيل وأفعل التفعيل وأحسن الأحسن وأفضل ده مش موجود، ولكن أنت تختار دائما من بين البدائل ما يجعلك لا تعاود النظر في البدائل الأخرى. إحنا بعض الناس وإحنا بنقدم لهم كونسلتيشن بياخدوا قرار يفصلوا الشركة شركتين، بياخدوا قرار يلغوا سجل تجاري ويقلبوا في سجل تجاري تاني لأنه هيغيروا توتالي الاسم والشكل. وإن شاء الله في سيمينارز قريبة بوري حضراتكم كيسز عملية في الاتجاه ده، ولما غير الاسم غير التون غير الوجهة والبوصلة والتركيبة والشكل والطريقة حتى قدم نفسه بشكل مختلف. لسه معانا مستمرين في الهوية المؤسسية، اسمحوا لي فاصل مش هنغيب كتير ونرجع لكم تاني، فابقوا معنا برنامج الهوية وأنا أحمد حبيب. أهلا بكم في CBR كايرو بيزنس راديو، أول راديو بيزنس في مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم ورجعنا بعد الفاصل برنامج الهوية. إحنا في الحلقة الثالثة والجزء الثاني والأخير للحديث عن مقدمة في علم الهوية المؤسسية. البرنامج ممتد معانا وهنتكلم عن باقي مسارات الهوية، وهنرجع للهوية المؤسسية ولكن في أشكال مختلفة، هنشوف حالات وبيست براكتسز لاحقا، وهنشوف حالات ونماذج للهويات الخمسة مع بعض، المؤسسية والتجارية والبصرية والرقمية والشخصية. هوية مؤسسية، لو عايز تقلل التكاليف، عايز تعمل دمج محسوب، عايز تعمل اختصار في الخطوات، عايز تعمل وصول أقدر وأجدر بالقاف والجيم، قدرة وجدارة للموارد والفيندرز والكوادر بالهوية المؤسسية، وعايز تخفض تكاليف الإنتاج، وعايز ترفع عائد المبيعات للضعف على الأقل بالهوية المؤسسية. خلوني أقول لحضراتكم سريعا كده فيما تبقى من وقت الحلقة، ودايما بالمثال يتضح المقال، وانا عارف ان الخبر ليس كالمعاينة، لا
لكن هحاول اقرب لكم الصوره. من الكلاينتس والعملاء او المشاريع اللي ما زلت الى الان يعني الحاله بتاعتهم كده منوره قدامي، ثلاثه شركاء في شركه عملاقه في مجال الاي تي ام اس انفورميشن تكنولوجي مانجمنت سيستمز، عندهم قصه نجاح رائعه بين امريكا ومصر والسعوديه، وهم اقوياء جدا جدا، والبيزنس بقى استراتيجي والاجراءات والتحول الرقمي باستخدام تقنيه المعلومات والاجراءات الكذا والخطه الاستراتيجيه والاكشن بلانز والاوبريشنز وبناء البروفايلز والبورتفوليوز للشركات، وحاجه قويه جدا جدا جدا. ولما بدانا شغل مع بعض خلاص وقعنا العقد وبدانا اول الجلسات، عايز اقول لحضراتكم في الهويه المؤسسيه احنا بنبدا من ما قبل البدايه، يعني احكوا لي انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي، لان شخصيه المؤسسين فيها انديكيتورز بالنسبه لي، وفيها بعض المعلومات وبعض الرود ماب المهم والمابينج المهم في بناء الكيان. فيقعد يقول لك انا تعرفت انا وكنت انا الهيد اوف وكان الخبره عندي، وبعد كده جه تاني معانا كان كونسلتنت في تو بروجكتس، وبعد كده تحول الى شريك والتاني دخل معانا انفستمنت. فانت عرفت من الحكايه الهايلايتس والسترينث بوينتس، نقاط القوة بتاعت كل واحد فين. ودايما بنقول ان اي حد اتحط في مكان كونه عميل هو لا يعرف ماذا يريد ولا يعرف من ماذا حرفيا يشتكي. فانت اللي بتحط ايده واصبعه على البينز، على الوجع وعلى المشاكل. وبعد شوية بدأوا يحكوا عن قصص نجاح، بدأوا يحكوا عن مشاريع بياخدوها، بدوا يحكوا ان هم ازاي بيعملوا انتجريشن مع كذا، ازاي بيختاروا موظفينهم، هل بيقابلوا الناس جوه المقر ولا بره المقر، ايه مين اللي بيتكلم فيهم، مين اللي بيتحدث، مين المتصدر المشهد وليه هو المتصدر، وايه ادوات التسويقيه والعمليات التسويقيه اللي هم بيستخدموها، وقد ايه هم مقنعين والعملاء بتاعتهم راضيين لغايه فين، ولما بينتهي المشروع بيخلص في الوقت المحدد ليه ولا لا، والريسورسز اللي بيستخدموها جايبينها الى اخره. انت في الهيئه المؤسسيه مش هينفع تبني كل اللي احنا حكيناه الحلقه دي والحلقه اللي فاتت ولا حتى اللي قلناه في التمهيد لمجرد انك عمال تعبي خانات عندك بلانك وعمال تملا الرؤيه الرساله الاهداف الادوات القيام المكان الهيكل. لا 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 لا، انت بتقعد تفاليديت كل حاجه. وبعدين لقيتهم اول بقى ايه، ودي يعني من السيكريتس، يعني اول ما تلاقي ان في اسئله بيتعطلوا في الاجابه عليها تعرف كده ان الهويه بدات تاخد مسارها الطبيعي. ولما تلاقيهم بيتشاوروا قبل الاجابه، اذا الرياليستيك اعلى والريل اعلى والدبث بدا يشتغل، وبدانا نشتغل مع بعض مع انهم شركه خبيره ونفسهم او الرؤيه بتاعتهم تو بي بادي اوف نوليدج، عايزين يكونوا مرجعيه كبيره. وبدانا شويه شويه ايه ده في دايلاما، ده طلع عندهم كيانين، واحد في امريكا وواحد في المملكه، وبعد كده هم عايزين يفكوا العلاقة بينهم، وعلى حد تعبيرهم هم ما كانوش عارفين يفصلوا بين الكيانين ازاي، وفي كيتشن مطبخ كده للتجهيز والتحضير سوفت وير وديفلوبرز وسيستم اناليستس وفي القاهرة. طب والمكتب ده بيخدم على مين فين؟ فبدأنا نغير ونفك ونعمل، فإذا بينا نعمل موديول جديد وبزنس موديل جديد من الاونر بوينت اوف فيو، مش من الاوبريشن بوينت اوف فيو، مش من البيزنس ديفلوبمنت بوينت اوف فيو بشكل تشغيلي، ولكن انت كاونر هتاخد القرار ازاي. واتفقنا بالتشاور والنقاش والاستشاره ان الشركه او البراند او الكيان اللي في الستيتس في امريكا هو اللي هيقبض الكيان اللي في المملكه، والستاندردز هتبقى من خلال الكيتشن اللي هم هيبداوا يحطوا له الميجرمنتس والكونسترينز والبوردرينج و الى اخره والمانيوال و في القاهره. ومنها
غيرنا اسم الشركة، كان اسمها باللغة الإنجليزية، فاخترنا اسمها من كلمة واحدة باللغة العربية علشان يبقى الشركة دي متماشية مع السوق الجالف ريجن، مع السوق السعودي، لأن هي منافس لشركات واخدة نفس التراك زي شركة علم وشركة تمكين وشركات زي كده من الشركات الكبيرة في السوفت وير وفي الانفورميشن تكنولوجي مانجمنت سيستمز. وبدأنا نقول هنخلي الاسم بتاع الشركة في أمريكا كذا واسم هنا في كذا، وبدأنا يتغير في الإجراءات القانونية والرسمية والإدارية وإلى آخره. وعلى حد تعبيرهم حصل زي ارتياح كده، أصبح إن فعلا في single version of truth للكيان المعلوماتي القادر على التعبير عن الماهية والكيفية والشكلية والطموح وإلى آخره. ولما جينا بعدها على طول دخلنا على الهوية البشرية، بدأ يحصل إيه بقى، ننتقل من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ومنها إلى الصلبة، بقت حالة من القدرة على الكونكريت، إن أنت فعلا هو ده إحنا. ثم بعد كده على طول انعكس ده على الأدوات التسويقية والعملية التسويقية، وبدأ ينعكس ده على يعني الكيان اللي هو قائم بالفعل. خليني أقول لحضرتكم تشبيه كده يعني يقرب أكتر الصورة. كتير من الكيانات هي أشبه بالإنجن، عارفين المثل زمان يقول لك طلعت قماش، فيلم اللي قال فقط لو شفتوه بتاع حسن يوسف وسعاد حسني وكده، فقالك طلعت قماش، ده تعبير مجازي يعني اللي طلعت بتول. بس كتير من الكيانات يعني أسرفوا في بناء الانجن، بناء الماكينة، ولم يركزوا على الفاين بتاع الخامة، الجودة الكواليتي بتاعة الخامة اللي هتخش، نوع القطن اللي هيخش اللي هيؤثر بشكل كبير على جودة ونوع القماش. الماكينة هو كل ما له علاقة بالسي ليفل فيما تحت operations وactions، والقطن هو الهوية المؤسسية المعلومة والفاكتس والتروث والثينكينج والايديشن والكونسبت والفلسفي والايدولوجي والميثودولوجي اللي هتخش الماكينة دي قد ايه هي جميلة ورائعة عشان تطلع اوتبوت مختلف. بكده نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا النهاردة، وهو ختام التعريف بعلم وعالم الهوية المؤسسية بشكل مقتضب جدا، ولكن هنرجع له في حلقات لاحقة بإذن الله تعالى. الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الهوية التجارية. كنت معكم أحمد حبيب، وهذا CBR كايرو بيزنس راديو، راديو البيزنس في مصر. السلام عليكم ورحمة الله.